مرة أخرى بجميع متتبعي قناة بار بورتوس. الآن كما وعدتكم لا ديغنيغ فوا ندوزو لتتمة التمارين اللي بديناهم خاص بالدرس اللي كيعمل عنوان لا موديلاسيون دون فلويد، يعني تضمين الوسع. سي بون، إذا هنا الدرس شنو هو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هو غادي يشرح لينا بالتفصيل الممل كيفاش أنني كنقدر نهضر مع واحد في الواتساب، أنا في كازا ومثلا هو في الرباط ولا شي حاجة ولا في دولة أخرى، سو بلاس كنقدر نصيفط ليه فوتو فيديو هو كيقدر يشوفه، يعني كيفاش كنقل الصوت والصورة من مكان إلى آخر، سواء واتساب سواء فيسبوك سواء لأبل تليفونيك. إذا كيف نتمكن من إرسال هذه المعلومات بسرعة خيالية؟ كنت نتناقش أنا واحد وأن كنت ذكر أنا في التليفون بحال أنا مريح حدايا، يقدر يكون توا في الأسترالي وأنا أنا في كازا وكنت نتناقش معاه بحال كيكون حدايا. إذا هنا كنظن أنه ما هاد لابارتي شرحناها بزاف في الدرس، دابا غادي نمشيو للتطبيق ديال هادشي اللي شفناه هنايا. سي بون، إذا هنا عندنا واحد لو سينيال يعني اللي كتشوفوا هنا التمرين شنو كيقول لكم؟ هذا واحد الاكزارسيس غادي نديرو اكزارسيس دابليكاسيون غير جوست بو كومبخوندر داك لو كور اللي شفناه، نحاولوا ما امكن اننا ناخذ الاكزارسيس نخدموه بطبيعة الحال نكونوا ديجا شفنا الكور. سي بون، نخدموا الاكزارسيس ومن بعد ندوزو لا سوليسيون. اكزارسيس دابليكاسيون تخي سامبل. هنا دونك هنا لا موديلاسيون دونبليتيد عطاونا واحد الاكزارسيس سوا ان تونسيون مودولي ان امبليتيد. اذا هنا واحد لا تونسيون عطاوها لينا الشكل ديال يو اس دو تي كتساوي ا اون كونستانت فاكتور ديال ان بلس ام، ام هو لو طو ديال موديلاسيون نسبه التضمين درناها في الدرس. الكوسينيس دو فوا بي اف، هنا لاحظوا هنا بوتيت اف يعني فريكونس ديال لوند، تكون هي هذه لوند سي بون، هذا فريكونس ديال لوند اللي باغي نسيطوها هي اللي كندير لها بوتيت اف. سي بون، علاش درنا بيتي داف؟ يعني كتكون عندها الفريكونس ديالها ضعيف، وهادشي علاش ما كنقدروش نصيفطوها المسافة الطوال حيت كيكون عندها فريكونس ضعيف. هنا كوسينيس دو فوا بي اف، اف كون اف يعني فريكونس، ملي كنديرو اف ماجيسكيل يعني فريكونس كبير بزاف. هنا سي بون، اذا هنا هو اللي كيعنينا هاد لونغ اللي كتشوف هنا. سي بون، اذا هنا حاجة طبيعية ملي كيكون فريكونس كبير كيكون بيريود صغير حيت اف ايكال ان سيو تي. سي بون، دونك لا كيسيون اللي كانت عندنا الاولى هي شنو هو اف بي فريكونس دو لا بورتوز، يعني الموجه الحامله شنو الفريكونس ديالها. هذا هنا كيسيون تري سامبل. هنا اذا هنا نحاولوا نحسبوا هنايا هادو الدور، ومن الدور من نحسبوا نديروا المقلوب ديالو. سي بون، اذا هنايا نشوفوا شحال من ديفيزيون ملي كيكونوا مكثار عندكم بزاف، اذا تشوفوا حسبوا 5 6 7 ما كاينش مشكل، وحاولوا تشوفوا شحال كتمثل لنا من ديفيزيون. سي بون، بالنسبه لنا هنايا 1 2 3 تقريبا 1 ملي سكوند. اذا هنايا نبداو هنايا كيسيون هنا ريبونس. اذا هنا درنا 3 تي غران تي بي كوريسبون ا 1 ملي سكوند. سي بون، اذا هنا تي بي وحده، اذا هنا 1 ملي سكوند سور 3. سي بون، ريغل دو 3. اذا هنا مباشرة اف بي يقال 1 سيغ تي بي يقال هنايا لانفيرس سي 3 سيو 1 ملي سكوند. اذا 3 سيو 10 موان 3 اذا هي 3000 هرتز. بطريقة سي تخي سامبل. هنا اذا عرفنا الفريكونس ديال هاد لا بورتوز هي الموجه الحامله هي اللي كتهز الميساج وكتصيفطو لينا البلاصه اللي بغينا لها. هنا اذا هنا الفريكونس ديالها 3000، اذا الفريكونس كبيره شويه. سي بون، اذا هنا لا كيسيون من بعد حسب لينا لا فريكونس ديال السينيال موديولون. اذا هاد السينيال اللي كتشوفوا فيه بحال هكا راه هضرنا عليه في الدرس، هذا ديجا هو لو سينيال اللي بغينا نصيفطو سوا صوت سوا صوره سوا اوديو، وزناني في واحد لا طونسيون اي زيرو طونسيون كونتيني راه شفناها في الكور. اذا هنا هذا هو بغينا نحسبوا ليه الفريكونس ديالو. اذا هنايا لو ميم طرافاي غتحسبوا عاوتاني من هنايا حتى هنايا، شوف من هنا من اكبر قيمه حتى اكبر قيمه نفس الطريقه اللي درنا هنايا، وتشوفوا شحال من نومبر ديال لي ديفيزيون. سي بون، لو ميم طرافاي هنايا كنحسبوا البيريود اي او ميم طون كنديروا لانفيرس ديالو وكنحسبوا. اذا جي ديجا في لو كالكول انا هنايا. سي بون، فوالا. هنا اذا كنلاحظوا هنا الى درتو الكالكول تلقاو هنايا 12.5 هنايا جا ديجا في الكالكول ديفيزيون
correspond à telle période. On a déjà dans le cours, pardon, dans l'énoncé de l'exercice, deux divisions correspondent à 1 milliseconde. C'est bon? Tu l'as pas en l'air. Il y a un l'air, tu l'as pas en l'air. Juste des divisions fait 1 milliseconde. Il y a 12,5 divisions fait T. Il y a un T mubashara, c'est la règle de 3. 12,5 fois 1 milliseconde sur 2 divisions. Il y a le calcul qui est atteint là. T égale à 6,25 10 moins 3 secondes. Il donne là, il y a F, il donne l'inverse, 660 Hz. Oh, le résultat que tu viens, c'est le résultat que tu viens. C'est 10,5 Hz, c'est 3,000 Hz, c'est le résultat. C'est bon. Donc là, nous t'avons d'abord la suite. Donc la question 2, c'était... c'est quoi la courbe qui représente la variation des maximums là? Idem, la courbe que tu vois le rouge là, elle voit le signal qu'on veut transmettre là, soit audio, soit image, soit tout ce que vous voulez là. Donc là, c'est le signal à transmettre là. C'est bon? Idem, la question d'après, quel est le taux de modulation? Clair, hein? Le taux de modulation. نسبة التضمين فوالا هذا لو طو دو موديلاسيون مهم بزاف باش عرفنا الجودة ديال التضمين. إذا هنا عندنا واحد الغولاسيون كاين في الدرس هنا ان سي يو يو ان ماكس مو يو ان مين سيغ يو ان ماكس بليس يو ان مين. هادي غتبداو من العقوب. إذا كتحاولوا القيمة القصوى اللي كتوصل ليها هاد البورتوز هنا كشي زيرو 75 توجور غتخدموا بالشال راه كتعرفوا هذه المساله هنا. تشوفوا هذه النسبه شحال هنا من النومبر ديال ديفيزيون. تشوفوا هنايا على حسب الشال غتلقاو هنا شي 0.75 موان هنايا او ان مين هي هذه موان 0.25 سور لا سون ديال لي دو 0.75 بلس 0.25 سي 1 0.75 موان 0.25 سي 0.5 دونك ايليت انفيريور ا 1. مزيانه مهمه لهذه النقطه. Rappelez les conditions d'une bonne modulation et vérifiez qu'elles sont réalisées. Quelle question est la question d'après la question là, car les conditions d'une bonne modulation. Il y a une charte qui est en train de se faire. Il y a une charte qui est en train de se faire. خاصها تكون انفيريور 1 سي ديجا فيريفيي. الثاني خاصها تكون هاد الفريكونس اللي درنا اف بي ديك اللي لقيناها لابورتوس خاصها تكون كبر 10 المرات من اف اس و 3000 راه كبر من 10 في 160 160 في 10 1600. اذا 1600 3000 كبر من 1600 اذا سا مارش سي بون. اذا هنا فوالا لا كيسيون الاخرى كانت ديتيرميني لا فالور دو لا كونستانت ا. اذا هنا كانت لا ديغنيير كيسيون هنا تعاود نديرو هنايا. اذا هنا لا كونستانت ا هي اذا هنا لا كونستانت ام ماكس ايكالا ا فاكتور دو ان بلس 1 هذه تلقاوها في الدرس تشوفوها سي بون. دونك هنا A sur n plus 1 sur un max. Un max c'est 0,75. M c'est 0,5 plus 1 c'est 1,5. Donc vous allez faire le calcul. J'ai déjà fait le calcul. Non, je crois que c'est A égale à 0,5. Voilà, c'est ça. C'est 0,5. C'est bon. Ça marche. إذن هنا كنظن سالا تمرين. إذن هنا جو بوغ ميرسي بوكو بوغ فوتخ أتونسيون إي ألا بخوشيان فوا إن شاء الله سي بون.